المقادير: 100 جرام دقيق، 90 جرام زبدة، 140 جرام شوكولاتة سوداء، 200 جرام كراميل للتزيين، 100 جرام سكر، زوز دحيات. التحضير: ذوب الشوكولاتة في حمام مائي مع زبدة، اضربي الدحيتين في السكر، ضيفي خليط الشوكولاتة الدايبة على خليط الدحي والسكر، توضي فيه لهم الدقيق. خلطيهم كويس لين المكونات كلها تندمج مع بعضها. صبي الخليط في طاجين مقاس 20 سنتي في 20 سنتي، وما تنسيش تلبسي الطاجين بورق زبدة. حطي الطاجين في الكوشة على حرارة 180 لمدة 10 دقائق ل 12 دقيقة. طلع البراونيز زينيه من فوق بالكراميل. وقدميه مع القهوة السادة أو الشاهي، وإن شاء الله صحتين على قلوبكم.